للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن محمد حواري، ومن العاصمة النمساوية فيينا عبر خدمة سكايب الأستاذة سونيا بوماد. أهلا بكما. أبدأ مع الأستاذة سونيا بوماد من فيينا. أستاذة سونيا، ما هي المعايير أو الاعتبارات التي على أساسها يمكن القطع بأن شريحة ما من اللاجئين أو النازحين صار بإمكانهم العودة إلى بلداتهم ومدنهم؟ قرار بتصدر الأمم المتحدة في 6 أشهر بتصنف المناطق اللي بسوريا الخطرة أو الغير خطرة. آخر قرار كان بتشرين بشهر سبتمبر أو أكتوبر. نعم سبتمبر أيلول. نعم أكيد. كانوا قرروا أنه سوريا تعتبر كلها منطقة خطرة، وعشان هيك وقفوا تقريبا، ما في كان قرار إعادة اللاجئين على أساس يرجع يكون في تصنيف للمناطق الخطرة والغير خطرة بعد 7 شهور اللي هي هلأ تقريبا لازم يكون في قرار جديد. من خلال هذا التصنيف الأمم المتحدة للمناطق الخطرة أو الغير خطرة، على أساسه بيفكروا إنه إذا يعيدوا اللاجئين يلي جايين من المناطق الغير خطرة على المناطق اللي انطلقوا منها. سادة سونيا، هل فقط كون منطقة لم تعد خطرة هذا بذاته يجعلها صالحة لاستقبال من لجوا أو فروا من ويلات الحرب؟ منطقة ما صارت مدمرة بالكامل وأصبحت مجموعة من الركام والأطلال، حتى وإن توقف القصف عليها، حتى وإن لم تمس منطقة خطرة ولا تزال، هل في هذا الظرف بذاته تصبح هذه المنطقة قابلة لاستقبال من فروا منها؟ طبيعي أكيد لا، وهن بيعرفوا هيك. ويعني لحديت هلأ ما في عملية ترجية ولا في أي عملية ترحيل، يعني مشان اللي عم يتساءلوا بالموضوع، ولكن أنا بعتبر هلأ عم حتى هلأ تمرير رسائل سياسية للبدء بمناقشة هذا القرار على الحكومة الجديدة. يعني بتعرف تغير تقريبا التشكيلة الحكومية بألمانيا، وعم بحاولوا يفتحوا الملفات، لأنه كان من وقت طلع قرار الأمم المتحدة أن سوريا كلها تعتبر منطقة خطرة صدر قرار بمنع الترحيل نهائيا عن سوريا. لكن وزارة الدفاع الروسية هي التي أطلت بتقدير رقمي تقول إن هناك إمكانية لإعادة نحو 1,700,000 لاجئ ممن فروا من مدنهم وبلداتهم في سوريا، أصبح بإمكانهم العودة. من أين لروسيا إذن بهذه التقديرات التي تبدو تقديرات رقمية جادة؟ بعتقد هيدي القرارات هي حكر على الأمم المتحدة، يعني نعم. في أي حدا يطلع يعمل قرارات، بس بالآخر القرار اللي حيتاخد فيه هو الأمم المتحدة. ولحديت هلأ ما في قرارات ترحيل. كانوا عم بيقولوا وقف الترحيل لحتى يرحلوا الناس الخطرين، يعتبروا بالنسبة للأمن الأوروبي، لأن في ناس مصنفين بالخطرين وهودي بشكل خطر على الحكومة. فمشان هيك عم بيحاولوا يفتحوا قرار ترحيل أو فتح أو إلغاء قرار عدم الترحيل، لحتى بس هودي الناس يلي بيعتبرون خطر على أوروبا، وهنا عندهم 5 شروط للبقاء، يعني هي منا الاندماج، عدم معادية السامية، تعلم اللغة، جد فرص عمل. يعني من لم تتوفر فيه هذه الشروط وكان وجوده خطر على أوروبا، هن بدهم يلغوا القرار حتى يقدروا شوية هودي اللي هن بحسين عم يعملوا الخطر يحسوا أنه فعلا في مجال انه يرحلون من البلد. نعم استاذ محمد، الحاله الاردنيه ربما كان فيها مستوى الصعوبه صرحت به الحكومه الاردنيه في اكثر من مناسبه بالقول بان الاردن استقبلت نحو 1,400,000 لاجئ سوري، ما بات يشكل عبئا اقتصاديا ضاغطا وبشكل كبير على الحكومه الاردنيه. كيف تتعاملون انتم مع حاله اللاجئين في الاردن، المسجلين منهم وغير المسجلين؟ كيف تتعامل الحكومه الاردنيه، وهل تتلقى دعما لائقا ومعتبرا حيال هذه الازمه الضاغطه على الاقتصاد الاردني بالفعل؟ في تقديم مساعدات لهؤلاء اللاجئين. يعني عندما تتحدث عن طلبين مختلفين ألا وهو ما طالبي الحكومة الأردنية من أجل دعم بنيتها التحتية، وما نطالب به نحن حتى نستطيع بتقديم مساعدات لهؤلاء اللاجئين. نعم. وعندما ينتصف العام مثل العام 2018 اليوم ونحن لم نبلغ الربع من احتياجنا اللازم للاجئون، هذا يجعل هناك قصور في تقديم الخدمات ويضغط على البنية التحتية لبلدان الاستضافة. في العام 2017 تحديدا يعتبر هو العام الاكثر قساوه في تاريخ اللجوء والنزوح في التاريخ، بحيث انه بلغ عدد النازحين واللاجئين في اليوم الواحد الى اكثر من 44,500 شخص. هذا الرقم الكبير يتزامن مع نقص التمويل المتتابع. عندما تتحدث عن رغبات الدول في
أن تستمر في صداقة مثل هؤلاء اللاجئين، يجب أن نضع بالحسبان بأن هذه الدول بحاجة إلى مساندة مالية وتقديم مساعدات حيث تستطيع تتحمل. نسبة الفقر بين صفوف اللاجئين الموجودين في داخل الأردن هي تزيد على 86%. في دولة أصلاً فيها نسبة فقر ليست بالبسيطة، في دولة أيضاً فيها نسبة بطالة ليست بالبسيطة. بالتالي أنت تطالب بشيء غير معقول، فإذا أردت أن تطاع يجب أن تطلب ما تستطاع. إذا أردت من هذه الدول التي هي رصيفة في الاقتصاد أن تستمر في تحمل مثل هذه الأزمات فيجب أن تساندها. برنامج إعادة التوطين هو برنامج توطين الدول الثلاث، هو بالكاد يغطي 1% من إجمالي اللاجئين حول العالم. الرقم معلش أستاذ محمد، الرقم الذي يطرح بأن الأردن استقبلت نحو 1,400,000 لاجئ، هذا رقم يلامس الواقع حقيقة في الأردن ولا به بعض المبالغات أو به إجحاف حتى بالحالة الأردنية والرقم أكبر من ذلك؟ ولا نستطيع أن نقول أن يعني بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أنكر الرقم. نحن الرقم الذي مسجل لدينا هو 600 وقرابة 670,000. هؤلاء من وصلوا إلى وظيفة الأمم المتحدة وسجلوا طالبي لجوء. يوجد هناك من السوريين منهم يسكنون في داخل الأردن من قبل الأزمات. هؤلاء الدولة تستضيفهم على من هم موجودين، تعطيك رقم إجمالي قرابة 1,300,000. هذا هو الرقم الذي تصرح به السلطات الأردنية، ونحن نصرح لمقاضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برقم 670,000. ما بين الرقمين حتى وإن كان أقل من ذلك، نتكلم عن مئات الآلاف في دولة ذات موارد بسيطة، في دولة المياه هو يعد أحد العوائق فيها، في دولة الصرف الصحي هو مشكلة، في دولة طرقات بالكاد تتحمل مواطنية. يوجد عندك في الداخل الأردني بعيدا عن الموضوع السوري يوجد 755,000 760,000 من 68 جنسية مختلفة. هؤلاء كلهم بحاجة إلى مساندة. عندما تتحدث عن 60,000 عراقي، عندما تتحدث عن طيب يعني هو خلينا فقط في الحالة السورية لأن هي المسألة التي ربما أظهرت هذا القدر من الظلم وعدم التكافؤ الحاصل بين اقتصادات دول عدة. ما هي العوائق التي تقف أمام المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين حتى تستطيع أن تطلع بالتزاماتها أو بالحد الأدنى اللائق من التزاماتها؟ ما هي هذه العوائق؟ عندما تصنف أنت عندك لاجئون هم الفئة الأكثر احتياجا أو الفئة الأكثر ضعفا التي لا تستطيع أن توفر لها أي مورد من موارد الدخل مهما ما كانت هناك من إمكانيات. على سبيل المثال في الأردن يوجد هنا مجال للاجئين بأن يعملوا بشكل قانوني، لكن يوجد هناك أسر هي غير قادرة على العمل سواء بالضعف أو بالعجز أو بالعمر أيا كان السبب. عندما يكون لدينا 30,000 أسرة سورية أي إجماع بالعدد الأفراد ما هو قرابة 160,000 فرد يعتاشون على ما نسميه شريان الحياة، برنامج المساعدات النقدية، ويكون هذا البرنامج هناك أكثر من 16 أو 11,000 أسرة هم ما زالوا على قائمة الانتظار أيضا حتى يستفيدوا من هذا البرنامج، وتصل أنت إلى مرحلة بأن لا يتوفر لديك المال حتى تستطيع إعطاء هؤلاء الناس ما تسميه أنت شريان الحياة. هنا تكون حقيقة صعوبة التعامل في هذه الأمور. هنا نحن إذا قطعت هذه المساعدات أنت تدفع للأطفال أن يكونوا بسوق العمل، أنت تدفع إلى الفتيات الصغيرات بأن ينطلقوا إلى الزواج المبكر، أنت تدفع بأمور أخرى. أنت في الأصل يجب عليك حماية هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء من لا يقع فيه، أنت ملزم بالحفاظ على كرامتهم. إذا أنت استقصت هذه المساعدات ولم تدفع لهم، أنت تدفعهم إلى ما منعتهم فيه في المقام الأول. هذه المشكلة الحقيقية التي فعلا تواجه المنظمات العاملة في القطاع. وأنت ذكرت جملة من الأعراض كانت مرتبطة بأصل المرض، مسألة الأزمة الإنسانية التي أفضت إلى اللجوء وما خلفها من أعراض أنت تعرضت لجانب منها. أستاذة سونيا، عندما تشير التقديرات الدولية إلى قرابة 7 ملايين لاجئ سوري خارج الأراضي السورية أو يزيد أو أقل قليلا ربما يدور حول هذا الرقم العدد الإجمالي للاجئين، كيف يمكن للاجئين السوريين أن يثقوا في المجتمع الدولي الذي خلفهم في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بحسب تقديرات الأمم المتحدة بينما لم تمد لهم يد العون بالشكل اللائق؟ كيف لهم الوثوق إذن في هذه المنظمات الدولية أو في الدول التي تشكل عناصر مكونة لهذه المنظمات؟ يمكن ما بعد إذا شفت بعض التقارير على التلفزيونات عم تنعرض، اللاجئين ابتدوا يخوضوا رحلات عودة مثل ما أجوا عبر الحدود. الناس عم ترجع لوحدها بدون ما يرجعون. فهيدا بدل على احساس بتخلي الحكومات او المنظمات الدوليه عنهم، وانفراد الدول الاوروبيه بقرارات مصيريه بتخصهم ببقائهم ولا اندماجهم ولا عودتهم. ففي فيلم وثائقي انعرض
بيظهر كمية الناس العايدين وعم يلتقوا مع بعضهم بتركيا، ناس بعضهم عم بيهاجروا على أوروبا، عندهم حلم، بعض الحلم ما انتصر، وناس اوريدي رجع على سوريا رغم أي ظروف. فهيدا بيدل على أنه الناس انكسر ب السوريون. السوريون ممن لجأوا في بدء هذه الأزمة قالوا أننا إما أن نحظى بالموت قصفا أو قتلا في الأراضي السورية، أو الموت غرقا عبر البحار وموجات الهجرة غير النظامية، أو أن نحظى ببصيص من الأول بأن نحيا ونعيش في الدول التي قصدوها. على ما يبدو من واقع ما تقولينه، فباتوا الآن يفضلوا أيضا العودة إلى خيار إما الموت غرقا أو الذهاب إلى خيار القتل قصفا. إلى أي مدى يمكن الوصف بهذه المأساوية أو السوداوية التي باتت تصنف بها أو توصف بها هذه الأزمة؟ عم يرجعوا على نفس الطريق اللي اجوا فيها وعلى نفس المغامرات، وبيتخطوا الحدود طبعا لان ما فيهم ياخذوا فيزا للعوده. وهيدا صعوبه الوضع عندنا باوروبا خلال تغيير الحكومات، لانه كمان صارت شروط الاندماج، فرص اجت فرص عمل، تعلم اللغه، صارت شروط صعبه كثير، وهالمواطن عم بحس حاله كمان مجتمع جديد عليه، فمنهم بيتشكوا انه كيف بدي اندمج انا، ما اعطوني فرصه، بدي وقت، يعني ما فيني بيوم وليله اتعلم لغه واندمج ببلد جديد علي. والتغيرات اللي حدثت باوروبا ولعب ورقه اللاجئين كورقه ضغط على الحكومات اللي فتحت ابوابها للاجئين، خلت كمان والاعمال الارهابيه اللي احيانا بتصير وتسليط الضوء على بعض المشاغبات اللي بتصير من الوافدين او اللاجئين، فكمان هيدي بتضغط على الشعب على الحكومات، وهن بيضغطوا على اللاجئين بنفس الوقت. وهول الناس كمان صار عندهم يعني خيار صعب، اما العوده والموت في الوطن، واما يعني عدم الاستقرار حتى باوروبا، حتى بالبلاد اللي كانوا يحلموا انه تكون جنه بالاخر. يعني انسان ما في له غير وطنه، حتى اللاجئين الموجودين بالاردن او بلبنان وضعهم مش احسن باوروبا، بالعكس يمكن باوروبا صح ان بعيد كثير عن الوطن، بس كمان يمكن مأمنت لهم دوله الاولويات اللي هن بحاجه لها. بس بالنهاية الحل الأوحد إنه توقف الحرب ونلاقي حلول، وإنه فعلاً الناس ترجع على بلادها بأمان. بذكر دول الجوار هذه أستاذة سوني، أنا سأسأل أستاذ محمد من العاصمة الأردنية عمان، في المنظمات الإغاثية المعنية بشؤون اللاجئين تحديدا الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هل رصدتم أي فوارق في طريقة التعامل بين دول الجوار الأردن ولبنان وتركيا عن باقي الدول الأوروبية التي حاول شطر ليس بالقليل أن يذهب إليها؟ هل كان هناك اختلاف في طريقة التعامل وفي آليات الاستضافة؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد حواري، أنا سأطرح عليك السؤال مجددا، هل لمستم في منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمات المعنية بهذا الشأن اختلافا في طريقة التعامل في استضافة اللاجئين السوريين في دول الجوار لبنان والأردن وتركيا عن باقي الدول الأوروبية التي حاول قطاع من اللاجئين الفرار إليها؟ في الحقيقة هنا أمر يعني أحب أن أوضحه بشكل مهم، بأن السفر إلى الدول البعيدة هو ليس حلم أي من السوريين أو أي من اللاجئين. يعني لا يوجد هناك من هو يفضل وطن آخر أو أرض أخرى على وطنه الأصل الذي أتى منه. كلمة لاجئ هو من أجبر بالإجبار بمغادرة وطنه، هو ليس بمهاجر اقتصادي يبحث عن فرص عمل أفضل أو عن فرص حياتية أفضل. وبالتالي أوروبا هي ليست أرض حلم، لكن هي شيء أفضل من لا شيء، أو هي الشيء الذي قد يكون له حياة مستقبلية يستطيع من خلاله أن يؤمن لأطفاله مستقبل. طبعا هناك مفارقات بين كل الدول، الالتزامات الدولية هي دائما تختلف عن الالتزامات الأخلاقية، دائما تختلف عن التزاماتها والإمكانيات الاقتصادية. ليس من باب المفاضلة أن أذكر لك هي دولة أفضل من دولة، لكن هنا يعني على الأرض يوجد بعض الدول قدمت نموذجا نستطيع أن نضعه تحتذي به دول أخرى. على سبيل المثال الأردن يعني كدولة بسيطة صغرى فتحت مجال تصاريح العمل وسوق العمل للاجئين أن يعملوا ويستفاد من خبراتهم وأن يتحولوا إلى طاقات منتجة، بدل من أن يكونوا فقط لاجئين يعتمدوا على المساعدات التي تقدم لهم من قبل المنظمات الإنسانية. هذا النموذج نحث جميع الدول الأخرى أن تحتذي بحيث أن نستفيد من هذه الطاقات البشرية ونحفظ لهم كرامتهم، وأن نضع في الحسبان أيضا بأن هؤلاء هم من سيعيدوا بناء أوطانهم عندما يعودوا إليه في القريب العاجل بإذن الله. هذه هي الفكرة التي نحاول إيصالها إلى جميع الدول المضيفة. أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول،
هي ليست بالدول المثلى، يعني يوجد من هو يطبق القانون ومن يحترم إنسانية هذا اللاجئ، ومنهم من عملهم على وضعهم في مراكز احتجاز وأنتم تعلمون بذلك يعني كأخبار. بالتالي المفاضلة هنا ليست بالشكل الصحيح، لكن هناك من احترم هذا الإنسان الذي هو يبحث عن الأمان، وهناك من عمله على أنه مرض خبيث يجب الاجتهاد منه والتخلص منه على في أصله. أخيرا أستاذة سونيا بوماد من فيينا، باختصار لو سمحتي، إذا كنت أشرت إلى أنه يتعين إيجاد حل لطبيعة الأزمة والأزمة ذاتها لا البحث عن محاولة إيجاد تسوية لأعراضها كعرض اللجوء أو النزوح، موجات الهجرة كانت سببا ربما كما أشرت إلى تغير في نمط الحكومات في بعض الدول الأوروبية ومن بينها النمسا مثلا التي طفى إليها اليمين المتطرف، واليمين المتطرف له موقف أصلا من اللجوء، لكن لهم الذين أوجدوا مشكلة للجوء ولهم الذين حاولوا الدفع باتجاه تسوية للأزمة في سوريا أصلا، ماذا عسى هذه الحكومات أن تفعل إذن؟ يعني ما في عنا شيء إلا هلا ننتظر قرار دولة لوقف الحروب. اللي عم تعمله هلا الحكومات أو يعني عم تحاول تستغل هيدي الورقة لتفتح النقاش من جديد، شوية ضغط على اللاجئين كمان لحتى يرجعوا طوعيا، في عروض كمان للعودة طوعية بقدموا لهم مساعدات وبقدموا لهم الرحلة، ومنع لم الشمل لهودي العائلات أو رب العائلة أو الأم الموجودة بأوروبا، لم شمل العائلة من سوريا لأنه منع لإصدار قرار الأمم المتحدة بخريطة المنطقة الآمنة الجديدة بسبب هيدا عدم السماح بلم شمل الأسر. هيدا اللي عم بيخلي الناس تختار يمكن يرجعوا طوعيا على سوريا، ويمكن هيدا الحل عم تعمل أوروبا إنه عم تضيق أكثر على اللاجئين، عم تحسسهم بالخوف إنه ما في استقرار، يمكن الوقت يطول كتير قبل ما حتى ياخذوا ورائهم قبل ما يصير عندهم حلول بالبلد. فهيدا عم بي وكأنهم عم يجدوا حل إنه أو عدم إعطاء صورة جميلة للوضع بأوروبا لبرا لحتى ما يجي لاجئين جديد، وحتى اللي موجودين بأوروبا يصير عندهم عودة طوعية للبلد ويتحملوا ساعتها هن مسؤولية نفسهم. لكنك وكما أشرتي لن يكون خيارا سهلا، لأن سوريا بأكملها لا تزال مصنفة على أنها منطقة خطرة، وبالتالي العودة إلى المجهول بحكم الضغط الذي أشرت إليه. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة سونيا بوماد الكاتبة الصحفية المتخصصة في شؤون اللاجئين عبر خدمة سكايب، انضمت إلينا من فيينا، والشكر كذلك للأستاذ محمد حواري عبر خدمة سكايب أيضا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن، شكرا جزيلا لكما.